وجربوها في الحياه. هذا الناس اللي عايشه اكتئابات وعايشه اضطرابات وعايشه ضيق في الصدر، اقول لكم دونكم كتاب ربكم، هولك الحل. النظر فيه يريح والقراءه منه ايضا تريح النفس. والله عز وجل يقول الا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، والنصوص في ذلك واضحه. صح، الا بذكر الله تطمئن القلوب. صح، ويقول الله عز وجل افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله.